المتصدر فريق شباب قسنطينة لم يكن وحيدا بملعب إمام إلياس، بل كان مدعوما بالآلاف من أنصاره الذين تنقلوا بقوة لمؤازرته أمام أولمبي المدية. المباراة أدارها ثلاثي تحكيم بقيادة الدولي لحلو بمبرهم بامتياز. مباراة كانت تنافسية بين اللاعبين، والبداية فيها كانت لأصحاب الأرض بيده التسديدة من بودا، لكن ليمان يتألق وينقذ مرماه من هدف محقق. انطلاقة حسين بن عيادة وهذه التوزيعة ثم الراسية يتألق فيها الحارس السعيدي، وراسية الظهار مرة أخرى تجد الحارس الشاب في المكان المناسب. المرحلة الأولى انتهت بتعادل سلبي 0-0، رغم هذا المجهود الفردي من عبد الحفيظ يتوغل يسدد وليمان في المكان المناسب. انتهت المرحلة الأولى بتعادل سلبي 0-0. المرحلة الثانية دخل أصحاب الأرض بقوة للتوزيع من عبد الحفيظ، لكن بوشيبا لم يتعامل جيدا مع الكرة. آخر وأخطر فرصة في المباراة كان وراء المدافع الأيمن بوسالم، وهذه التسديدة التوزيع لكن ليمان تألق وانقذ مرماه. وانتهت المباراة بتعادل سلبي 0-0، نقطة ثمينة للرائد الذي بدأ يطمح أكثر ومخيبة لأنصار أولمبي المدية. بالنسبة لنا مهم تدي نقطة في الظروف هذه في تنقل صعب ضد فريق اللي يلعب المصير تاعو في قسمه الأول. لهذا نقول بالنسبة لنا أهم شيء هو أن ما نهزمناش، يعني باش نقعدوا ضل ديناميك تاع النتائج الإيجابية. بعد زوج هزايم يعني كان عندنا زوج تنقلات، انهزمنا في 5 جولة امام مدينه العاصمه ومع وفاق الصيف، وهذا كان محتم علينا اليوم باش ما نهزموش، باش خلينا نحضروا المقابله الجايه ثانيه راح تكون مقابله صعبه ضد شبيبه الثوره. بكل بساطه نظن بلي ما رانيش سعيد بهذه النقطه، لكن مانيش حزين على ضياع النقطتين، ولهذا انا نقول بلي اليوم البيبليك لا تاع السنافير ولا البيبليك تاعنا شاف مقابله تنافسيه لعبنا مع الرائد، ونقول باللي من هذه المقابلات الكبيره الفريق تاعنا يتعلم. وبكل بساطه نظن باللي هذه النقطه غادي تكون ثمينه في المستقبل.